السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة يمي انجلش لتعليم اللغة الإنجليزية. قاعدة هذا الفيديو Subject Personal Pronouns. Subject Personal Pronoun. We use Subject Personal Pronouns to show who or what does something. راح نستخدم هذه الضمائر، ضمائر الفاعل، علشان نعرض مين أو ماذا يفعل شخص ما. They replace proper nouns or common nouns and go before the verb as subject. ناخذ مثال عشان نفهم كل هالكلام. The boy is a student. The boy is a student. هنا عندي اللي أتكلم عن the boy. مين أتكلم عن؟ أتكلم عن the boy. بعدها is وبعدين a student. الولد طالب. الولد طالب. He is a student. بعد ما تكلمت عن وانت عرفت اقدر اشيل كل هالكلمة واحط he. احط الضمير he علشان اعبر لك عن مين اتكلم. He. انا اتكلم عن the boy. He is a student. نفس الجملة اكررها. يقول لك من الغلط انك تقول the boy he is. يعني كأنك تقول he هي مرتين، أو كأنك تقول the boy is. غلط. We use he for men, boys, and she for women, girls. نستخدم he بمعنى هو للرجال والأولاد. نستخدم she بمعنى هي للنساء أو البنات. يعني هذه للمذكر وهذه للمؤنث. This is Mr. Benson. He is a teacher. هنا عرفتك في البداية، قلت لك إن هذا مستر بنسون، السيد بنسون. بعدين بدل ما أقول لك مرة ثانية this is بدل ما أقول لك مرة ثانية مستر بنسون is كذا كذا، راح أقول لك على طول he is a teacher. He is a teacher. إنه معلم. This is حليمة. هذه حليمة. بدل ما أقول حليمة is كذا كذا أكرر يعني الاسم، راح أحط ضمير بدلها هي. She is a student. هي طالبة. We use it for animals or things. نستخدم it للحيوانات أو للأشياء. However, we often use he or she for animals. نقدر أيضا نستخدم he و she للحيوانات إذا كنا نعرف نوع الحيوان هل هو ذكر أم أنثى. طيب هنا عندي subject pronoun personal pronouns، عندي مقسمة قسمين، قسم singular يعني مفرد، وقسم plural يعني جمع. المفرد I أنا، you أنت، he هو، she هي، it هو أو هي للحيوان والجماد إذا ما عرفنا جنس الحيوان. We نحن، you نلاحظ أن you عندنا تجي مرتين، نقدر نستخدمها للمفرد لما أكلم شخص واحد، ونقدر نستخدمها للجمع لما أكلم شخصين أو أكثر. يعني هم أنتم، they هم. This is my pencil. This is my pencil. هذا قلم الرصاص. It is red. It is red. أقدر أستبدل البنسل بIt. It is red. إنه أحمر. This is a cat. هذه قطة. It is black. إنها سوداء. بدل ما أقول the cat is black، خلاص على طول it is black. But يعني لكن. This is kitty. Kitty. هنا حددت إن قطتي أنثى. This is kitty. She is my cat. إنها قطتي. She is my cat. She is black. إنها سوداء. We use they. نستخدم they for people. للناس يعني جمع. Animals. حيوانات جمع. Things. أشياء جمع. إذن الحيوانات والأشياء نستخدم لهم it، لكن في الجمع راح نستخدم لهم they. الناس عموما راح نستخدم لهم they. كلهم تعني هم. إنهم. توم and جورج، هنا عندي شخصين توم and جورج are. نلاحظ أن مع الذي راح أحط are.
Tom and George are British. بريطانيين. They are classmates. إنهم. بدل ما أقول Tom and George are classmates. زملاء. راح أقول they. أختصر وأقول they. إنهم زملاء. This is a pencil and this is a pen. عفوا. This is a pen. This is a pencil. هذا قلم رصاص. And this is a pen. هذا قلم حبر. They are new. They are new. إنها جديدة. أتكلمت عن أشياء. فعادي أقول they are. مثل ما تكلمت عن الإنسان وأقول they are. فأستخدم they are لهذه وهذه. القاعدة المرتبطة بها the verb be. The verb be أفعال البي اللي هي am, are, is. عندي affirmative full forms and short forms. Affirmative يعني في حالة الإثبات, full forms الصيغة الكاملة, short forms الصيغة المختصرة. مثلا I am راح تصير I'm, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, where, you are, your, they are, there. في النيجاتيف النفي I am not, I'm not. اختصار I am not فقط تجي I'm not. You are not, you aren't, you aren't, or you're not, you're not. He is not, he isn't, or he's not. She is not, she isn't, or she's not. It is not, it isn't, or it's not. We are not, we aren't, or we're not. You are not, you aren't, or you're not. They are not, they aren't, or they're not. في الquestions راح أعكس. إذا كانت هي I am راح تصير am I, am I, are you, is he, بمعنى هل أنا, هل أنت, هل هو, هل هي, وهكذا. Is it, are we, are you, are they. في الجواب short answers, الجواب يعني short answers يعني yes or no. الجواب اللي بيكون yes or no. Yes I am, yes you are, yes he is, yes she is, yes it is, yes we are, yes you are, yes they are. في no راح أقول no I'm not, no you aren't. هنا لازم في النهاية not, aren't, isn't, isn't إلى آخره. To form the negative of the verb be, إذا تبي تصير النفي من الفعل be, we put not after the verb. راح نحط فقط not بعد الفعل. مثلا I am not a teacher. راح نحط not بعد الفعل be. I am not a teacher. مثل ما شرحناها في القاعدة. To form the interrogative of the verb be, we put the verb before the subject. The subject هنا مثلا are you Saudi, هل أنت سعودي, are you Saudi مثل ما شرحناها هنا, are you, is he Saudi مثلا هل هو سعودي, is she American هل هي أمريكية إلى آخر. We use short forms when we speak or when we write to friends. نستخدم الطريقة المختصرة لما نتكلم ولما نكتب إلى صديق. أتمنى أن الدرس كان سهل عليكم وبسيط. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد, وأيضا نشر القناة وتعليقاتكم اللطيفة.